اشتري ما اعرف يدي فارغه وقلت لك فلوس ما عندي ليش ما اطلع يعني كانت العمليه ممهده اساسا هي مو وليده اللحظه اساسا هي عمليه مخططه بانتظام امريكيه بريطانيه صهيونيه لخلق المشاكل في العراق من اجل البقاء والسيطره على الثوره العراقيه وهو الاساس لهم يعني ايش اقول لك انه الشعب العراقي الان يعني حقيقه انفجار خطا الشيعة على نفسها الشيعة ما خلت حراسه على امتهم ولا 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 بس ايش كذا صار وراء وعفور وحول لا خلوا حمايه عليه واحنا صوش من عندنا صار تركنا البعثيه مهدودين ما حد بينا لحق البعثيه ولا لحق المخابرات ولا لحق الامين وهذول كلهم ابناء صدام حسين ويقتلون بعض يعطيهم مجال نظام هذول البعثيين ماكو غيرهم يعني هاي فاجعه للشعب بصوره عامه يعني والله صدمه كلش كبيره بالنسبه لنا يعني تمثل صدمه كلش كبيره هاي اكثر شيء يعني من جماعه صدام ذولا هم اللي قاموا بهاي العمليه الشهيد آية الله العظمى